السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا جماعة الخير. اليوم تاريخ 11/12/2020. وفرنا دفعة جديدة من تين فايز أو تين جاسم، يعني هو طبعا اختلاف المسميات، بس دي الشتلات في السعودية بيسموها تين الفايز، لكن هو تقريبا نفس الصنف تين جاسم. طبعا ميزة الصنف ده انه كثيف الانتاج. انا اشوف الشتلة ما شاء الله ممكن تقريبا 30 سنتي ومطلع كل شفرة ان شاء الله. الثمر انتاجه كثيف. هو طبعا الافضل ان هو يزرع في بيوت محمية، بيكون انتاجه اكتر وانتاجه كثيف. يعني شوف ما شاء الله كله مطلع، شوف ما شاء الله، شوف يعني هو ميزته ان هو كثيف الانتاج جدا، مش الشتلات يكون عمرها صغير وبينتج. يعني في شتلات متوفرة زي كده تقريبا، يمكن الأطوال تتراوح من 30 لـ40 سنتي، هاي السعر على 70 درهم. وفرنا بعد التين الأسباني السعودي اللي هو الأصفر، بعد الشتلات تقريبا يمكن في حدود 30-40 سنتي، ونفس السعر بعد 70 درهم. والكمية محدود للتواصل على الخاص. بالتوفيق.